الأمومة فيها لطافة وحب وغنى وألعاب وبوس وأحضان وفيديوهات تنزل على الإنترنت. بكلمك مش بترد، مشغول. طب ما تقول، ما انا هو بقول. لا انت اتغيرت، ست ما بقتش تحبني. Got you call me baby maybe is that okay yeah it's cool you are so beautiful to me can't you see see through up بحبك يا ماما. ماما هلا رشدي. والله انت اللي عايزه ماما، يعني المفروض انت الحلقه دي تبقي دور البنت وتجيب مامتك. دي ماما قدك يا معز. ايه ماما قدك، صغيره قدك. اولا برحب بيك يا هلا، كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب. كل سنه حضرتك طيب. ماذا تعني الامومه بالنسبه لك؟ عارفه الاسئله اللي هي الكونيه دي. بس طبقيها لي على معز بس. اوكي، بيربيني الحمد لله. ايوه دي اجابه واضحه. يعني انا بتربى معاه من اول وجديد، وعرفت ان هو ما بيترباش لا بالكلام ولا بالارشادات ولا بالاوامر، هو بيتربى بالشوف، اللي بيشوفه بينفذه. انت في كي جي 2 ولا في كي جي 1 لسه؟ كي جي 2. كي جي 2 صح؟ طب وبتروح المدرسة اونلاين ولا بتروح المدرسة فعلا؟ بروح المدرسة فعلا. فعلا؟ ما عندكوش كورونا في المدرسة؟ لا. طب وما بتروح، ما بتعملش اونلاين خالص؟ ايه ده؟ دلوقتي ما بتعملش اونلاين. مرة عملت اونلاين ودلوقتي لا. اولا انا معجبة جدا بلبسك يا معز، واكيد ده لبس جديد لانك صح؟ صح؟ طب وفين النور؟ ايه فين النور؟ نورها لي وريها لي اهي. ايوه دي تحفه. دوس كده. انا واحده دي يا هلا. دي ايوه ما اكسبيها. ايوه سقفه للنور، وريني كده تحفه. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.